صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصبر. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة 25 إبريل 2023. يمكن الحدث الأعظم أو الحدث اللي بيشغل بال كل، مش بس المصريين، بيشغل بال العالم كله والمتابع والمهتم بالشأن الدولي والإقليمي، وتحديدا في مصر يمكن هو متابعة مختلفة لأنه متعلق بحدودنا مع دولة السودان الشقيقة، لأن في أحداث بتدور هامة جدا في محيطنا الإقليمي. الأحداث دي بتأكد حجم المخاطر الأمنية والتحديات اللي بتواجه الأمن القومي المصري، خاصة مع الأوضاع الحالية في السودان والأحداث اللي بنشوفها، اللي يمكن انطلقت منذ تقريبا 10 أيام، نتكلم في يوم 14 إبريل. الاشتباكات دي هي اشتباكات ما بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، ده بالتأكيد بيعكس حجم مخاطر كبيرة على أمننا القومي. علشان كده الدولة المصرية يعني لديها حرص كبير على حماية حدودها الجنوبية والحفاظ كمان يمنا على أمنها القومي اللي بيعتبر امتداد للأمن الداخلي المصري. أكيد طبعا يا أحمد، القصة مش بس في السودان، كمان عندنا مخاطر في الاتجاه الغربي في ليبيا، وده طبعا بسبب حالة عدم الاستقرار الموجودة هناك. عشان كده في حرص من الدولة المصرية على أنها تأمن اتجاهاتها وحدودها وتحافظ على أمنها القومي من غير ما تتدخل في شؤون الدول، وهو دي الثوابت الثابتة اللي بتتعامل بيها الدولة المصرية تجاه علاقتها مع دول الإقليم، وهو برضو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وعشان كده مع بداية التوترات في السودان، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها صراحة، ما يحدث في السودان هو شأن داخلي. يمكن تكلمتي في حاجة مهمة جدا، وهي فكرة الوقوف على الحياد دائما وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ويمكن هو ده النهج والدبلوماسية المصرية الخارجية اللي انتهجتها مصر تحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن علشان كده من اليوم الأول من هذه النزاعات مصر كانت دائما واقفة على الحياد وبتدعو للهدنة من ما بين الطرفين تحديدا. وبمناسبة يعني ما يحدث في السودان، مهم جدا ان احنا نتكلم كمان عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في تأمين عودة الجالية المصرية من السودان. لحد دلوقتي بنتكلم تقريبا على وصول 904 مواطن منذ بدء خطة الإجلاء، بنتكلم على إجلاء 134 مواطن كمان مصري عبر الإجلاء الجوي، و 334 آخرين عبر الإجلاء البحري. وده موقف بيعكس قد إيه الدولة المصرية بتحافظ على ولادها وبتهتم بكل مواطن مصري في الداخل وفي الخارج كمان، لأن الدولة المصرية هي السند للمواطن في أي مكان، وإن دايما الدولة المصرية يعني ما بتشوف إن أمن المواطن المصري داخليا وخارجيا هو خط أحمر. يمين أكيد إجلاء المصريين من السودان وتوفير ممر آمن ليهم، ده موضوع محتاج خطة محكمة، وتكون كمان الخطة دي آمنة علشان نضمن سلامة عملية الإجلاء، وده في وسط الأحداث والاشتباكات اللي بتحصل هناك. عشان كده الجهات المعنية بتقوم بدور غاية في الاحترافية مع تنسيق على أعلى مستوى مع السلطات السودانية وداخليا بينها وبين بعض لتأمين خروج المصريين من السودان ووصولهم للقاهرة. ده بيقول ببساطة إن أغلى ما تملكه مصر هو المواطن المصري اللي بيحمل جنسيتها، وده اللي علشانه هو بس الكل بيتحرك، وعشانه بس الكل بيشتغل عشان يأمن سلامته. عشان كده احنا بنصبح على حضراتكم ونتمنى وصولهم دايما بالسلامة. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.